السلام القدسي لكم وعليكم. السلام مداخلتي اليوم بعنوان الجغرافيا والتوزيع الديموغرافي في الضفة الغربية والقدس. تقع الضفة الغربية وسط شرقي فلسطين إلى الغرب من نهر الأردن والبحر الميت، وهي الأرض الفلسطينية التي ضمت للأردن في مؤتمر أريحا عام 1951، وشكلت الجزء المتبقي من فلسطين الذي لم تستولي عليه إسرائيل في النكبة عام 1948، بما في ذلك القدس الشرقية. وقد سمتها السلطات الأردنية بالضفة الغربية لأنها تقع غرب نهر الأردن، بينما يقع الأردن على الجانب الشرقي للنهر. وبعد النكبة خضعت أراضي الضفة الغربية للأردن، وتمت الوحدة بين الضفتين الشرقية الأردن والغربية فلسطين بعد مؤتمر أريحا عام 1951، واعتبر أهالي الضفة الغربية مواطنين أردنيون. ولكن عام 1967 عادت إسرائيل واستولت على الضفة الغربية. تقع الضفة الغربية كما قلنا وسط شرقي فلسطين إلى الغرب من نهر الأردن والبحر الميت، ويحيط بها الاحتلال من كل الجهات إلا الجهة الشرقية التي تشكل حدودها مع الأردن. والضفة الغربية لها شكل متطاول محصور بين نهر الأردن والبحر الميت شرقا، والسهل الساحلي الفلسطيني غربا، ووادي نهر جالود وسهل مرج ابن عامر في الشمال، وحوض وادي بئر السبع الأعلى والأوسط في الجنوب. تحتوي الضفة الغربية على مظاهر تضاريسية مختلفة، وتمتاز بوضوح أشكال سطح أرضها وبساطة بنيتها الجيولوجية، فتحتوي على في طياتها على الجبال والهضاب والسهول والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى المناطق المنخفضة عن مستوى سطح البحر. ولكن الصفة التي تميز تضاريس الضفة الغربية سيادة الجبال والمرتفعات والتضاريس الوعرة بصورة عامة. تقسم الضفة الغربية إلى أربع مناطق تضاريسية رئيسية: سلسلة الجبال الوسطى، وتضم جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل، وتمتد من مرج ابن عامر شمالا إلى منطقة بئر السبع جنوبا، وغور وأخدود وادي الأردن، ويمتد من جنوب بحيرة طبرية حتى شمال البحر الميت. المنطقة شبه الساحلية، وتشكل الجزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسطيني، وتتركز غرب محافظتي قلقيلية وطول كرم والسفوح الشرقية أو المنحدرات الشرقية. جغرافيا القدس: عنصر التضاريس الرئيسي في القدس هو الجبال، وتمتد جبال القدس على محافظتي القدس ورام الله، وتغطي جبال القدس الجزء الغربي والأوسط ومعظم الجانب الشرقي البرية في محافظة القدس، فيما تشكل منطقة الأغوار والبحر الميت أقصى الامتداد الشرقي للمحافظة. ومنطقة الأغوار والبحر الميت هي جزء من حفرة الانهدام الآسيوي الإفريقي الذي يشكل المنطقة الفاصلة بين الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والعربية. تشكل مساحة الضفة الغربية نحو 21% من مساحة فلسطين التاريخية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، وتمتد لحوالي 5660 كيلومترا مربعا وفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتشمل 11 محافظة كما يلي، إضافة طبعا إلى عدد سكان كل محافظة ومساحة كل محافظة. محافظة الخليل مساحتها 979 كيلومتر، عدد سكانها ما يقارب 842 ألف نسمة. محافظة رام الله والبيرة مساحتها 844 كيلومتر، وعدد سكانها ما يقارب 377 ألف نسمة. محافظة نابلس 605 كيلومتر، عدد سكانها 439 ألف نسمة. محافظة أريحة والأغوار الجنوبية مساحتها 593 كيلومتر، وعدد سكانها ما يقارب 56 ألف نسمة. محافظة جنين 583 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 359 ألف نسمة. محافظة بيت لحم 575 كيلومتر مربع، وعدد سكانها ما يقارب 249 ألف نسمة. محافظة طوباس والأغوار الشمالية 402 كيلومتر مربع، وعدد سكانها ما يقارب 70 ألف نسمة. محافظة القدس 331 كيلومتر مربع، وعدد سكانها ما يقارب 502 ألف نسمة. محافظة طول كرم 300 كيلومتر مربع، وعدد سكانها ما يقارب 209 ألف نسمة. محافظة سلفيت 204 كيلومتر مربع، عدد سكانها ما يقارب 87 ألف نسمة. محافظة قلقيلية 166 كيلومتر مربع، عدد سكانها ما يقارب 130 ألف نسمة. وعلى ذلك يبلغ عدد سكان الضفة الغربية من القدس الشرقية عام 2024 مع القدس الشرقية عام 2024 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
نحو 3,325,000 نسمة بمعدل نمو وصل إلى 2.2%، وتعاني المناطق الحضرية في الضفة والقدس من كثافة أعلى بكثير من المناطق الريفية. ويعتبر المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية مجتمعا فتيا، إذ بلغت نسبة الأطفال دون سن ال14 عاما حوالي 35.2% من المجموع الكلي للسكان، ونسبة الشباب بين سن 15 إلى 29 سنة نحو 28.1% من المجموع الكلي للسكان، بينما تبلغ نسبة المسنين أكثر من 60 عاما حوالي 6.3% من مجموع السكان. يعتنق أكثر من 98% من سكان الضفة الغربية والقدس على الديانة الإسلامية، أما المسيحيون مع مختلف طوائفهم فتبلغ نسبتهم حوالي 2%. وتعد اللغة الرسمية هي العربية، واللهجة الفلسطينية هي السائدة، وتعد اللغة الإنجليزية واللغة العبرية لغات شائعة أيضا. يذكر أن 78% من السكان يقيمون في تجمعات مصنفة كحضر، و14% في الريف، و8% مخيمات، في حين بلغت الكثافة السكانية المقدرة منتصف العام السابق 910 أفراد لكل كيلومتر مربع في فلسطين عامة، تقسم 575 فردا لكل كيلومتر مربع في الضفة مقابل 6102 فردا لكل كيلومتر مربع في غزة. أما عن تعداد اليهود بالقدس فهو 225 ألف في القدس الشرقية و305 في القدس الغربية، 305 ألف في القدس الغربية. سنتطرق إلى لمحات سياسية لكي نعرف مجرى الأحداث التي أدت إلى التقسيم. في البداية نتطرق إلى الانتداب البريطاني. بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، دخلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عام 1917. وخلال فترة الانتداب سعت بريطانيا إلى تمكين اليهود في فلسطين، فأصدرت وعد بلفور في عام 1917 الذي وعدت فيه اليهود بالمساعدة على تأسيس وطن قومي في فلسطين، وقد دمج الوعد بعد ذلك في صك الانتداب الممنوح لبريطانيا في عصبة الأمم على عام 1922. وعملت الإدارة العسكرية البريطانية على تهيئة فلسطين بالتدريج لتصبح وطنا قوميا لليهود بكافة الوسائل والأساليب الممكنة في بلد يتجاوز سكانه 92% من العرب الفلسطينيين. وأصدر المندوب السامي قانون الجنسية الفلسطينية بقصد منح اليهود المقيمين في البلاد الجنسية الفلسطينية، ولم توافق بريطانيا على تأسيس مجلس تشريعي في فلسطين يقوم على أساس التمثيل النسبي، والذي من الطبيعي أن تكون الأغلبية الساحقة فيه للعرب الفلسطينيين. خلال فترة الانتداب البريطاني زاد عدد المهاجرين اليهود، وبلغت الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام 1948 نحو 605 آلاف يهودي. وأخذ المواطنون العرب على مدار فترة الانتداب بالاحتجاج والمقاومة والتظاهر والتمرد والعصيان المدني على سياسات بريطانيا، مما أدى إلى صدام عنيف مع قوات الجيش البريطاني والمستوطنين اليهود، وانتفضوا بثورة عام 1928 سميت ثورة البراق، حين حاول اليهود الاستيلاء على الجدار الغربي للمسجد الأقصى. وكذلك اشتعلت الثورة الفلسطينية الكبرى وامتدت بين عامين 1936 إلى 1939، وقد تم تحويل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بناء على طلب الحكومة البريطانية عام 1947. وتبعا لذلك أصدرت الأمم المتحدة القرار الذي حمل رقم 181، الذي يقترح انتهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة عربية فلسطينية والأخرى يهودية، بحيث يعطي للأخيرة ما يقارب 55% من أرض فلسطين مع تدوير القدس. وقابل اليهود بالقرار، بينما رفضه العرب، وعلى أثر قرار التقسيم قاوم عرب فلسطين الاستيطان الصهيوني، واتسعت المقاومة حتى شملت جميع أنحاء البلاد، وقامت معارك طاحنة راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى. وكان الإنجاز عونا لليهود في تحقيق مآربهم، إذ دربوهم خلال فترة الانتداب وأمددوهم بالسلاح، وكل من سحبوا من مناطق سلموهم له. الآن إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت بريطانيا من فلسطين في 14 مايو أيار عام 1948، وأعلن ديفيد بن غوريون في اليوم نفسه قيام الدولة الإسرائيلية. ومع انتهاء الانتداب البريطاني اشتعلت الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وخسر العرب أمام إسرائيل، وانتهت هذه الفترة التي سميت بالنكبة بوضع إسرائيل يدها على 78% من الأراضي الفلسطينية بنسبة أكبر مما هو مقرر لها وفقا لقرار التقسيم. وتم تهجير 750 ألف فلسطيني على الأقل، وتوزعت 22% المتبقية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتم توقيع هدنة اتفاقيات رودوس التي أنهت حرب عام 1948 بين إسرائيل وكل من مصر ولبنان والأردن وسوريا، وعرف خط الهدنة لعام 1949 بالخط الأخضر الذي أصبح عمليا حدا فاصلا بين إسرائيل والضفة الغربية. وخضعت أراضي الضفة الغربية بما في ذلك الجزء الشرقي من مدينة القدس عدا جبال المشارف للأردن، وتبعت غزة للإدارة المصرية. وبعد مؤتمر أريحة 1951 تمت الوحدة بين الضفتين الشرقية الأردن والغربية فلسطين، واعتبر أهالي الضفة مواطنين أردنيين. خلال حرب عام 1967 التي تسمى بالنكسة احتلت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفرت النكسة عن هجرة ثانية للفلسطينيين تقدر بحوالي نصف مليون شخص. وصدر عن مجلس الأمن القرار 242 في نوفمبر تشرين الثاني 1967 الذي يدعو إسرائيل إلى انسحاب من الأراضي التي احتلتها في يونيو حزيران 67 وبعودة اللاجئين إلى ديارهم. في عام 1988 قرر الملك الراحل حسين بن طلال فك الارتباط القانوني والإداري والمالي بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية، فلم تعد الضفة الغربية جزءا من الأردن، ولكن بقيت أوقاف الضفة الغربية مرتبطة بالحكومة الأردنية مع إشراف وتعيينات والتزامات مالية وصيانة الأوقاف المسيحية والإسلامية. وأعلن الفلسطينيون انتفاضة جماهيرية عام 1987 عرفت باسم الانتفاضة الأولى أو انتفاضة أطفال الحجارة، واستمرت حتى عام 1993، وكانت هذه الانتفاضة سببا في نشوء ضغوط دولية على إسرائيل. نصل إلى اتفاق أوسلو. إثر الانتفاضة الأولى بدأت محاولات حل المشكلة عن طريق مفاوضات ترعى من قبل أطراف دولية، وفي عام 1991 عقد مؤتمر مدريد للسلام بهدف التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات المباشرة على مسارين بين إسرائيل والدول العربية وبين إسرائيل والفلسطينيين. ثم تبعتها اتفاقات أوسلو التي عقدت بين عامين 1993 و1995، ومثلت أول اتفاق سلام يعقده الفلسطينيون والإسرائيليون. ونص الاتفاق على تشكيل السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا إداريا مهمته إدارة شؤون الفلسطينيين وضبط أمنهم الداخلي وشؤونهم المدنية في المناطق الخاضعة لحكم الأمن أستاذ الذاتي أحمد، في الضفة الغربية وغزة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات. أستاذ أحمد، إذا بتحاول تجمل في آخر دقيقتين، ضايل معنا دقيقتين، بتحاول تجمل، وإذا بتتطرق لموضوع الجدار الفصل العنصري جغرافيا، يعني هذا رأيي الشخصي، برجع لك، ضايل دقيقتين. طيب، بناء على ما سبق تقسمت الضفة إلى 3 مناطق اللي هي منطقة ألف تمثل 18% من مساحة الضفة الغربية وتخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسلطة، مناطق باء تمثل 18% من مساحة الضفة الغربية وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية في شؤون الصحة والتعليم والإدارة والاقتصاد، وتتشارك أمنيا مع الاحتلال الإسرائيلي، أي أن الأخيرة احتفظت بحقها في الدخول إليها وقت ما تشاء. مناطق جيم وتمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، وقد نص اتفاق أوسلو على تسليمها للسلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل احتفظت بالسيطرة عليها. وصل عدد المستوطنين حسب آخر تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية القدس أريج إلى حوالي 954 ألف حتى اللحظة، وشهدت قدوم مستوطنين من غلاف غزة خصوصا بعد 7 أكتوبر، حيث ذكرت أيضا وكالة أسوشتيد أن إسرائيل في الأيام القليلة الماضية أقرت أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من 3 عقود. وقالت حركة السلام أن الآن الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو وافقت على الاستيلاء على نحو 13,000 كيلومتر مربعا من الأراضي في وادي الأردن. وأضافت الحركة أن هذه هي أكبر عملية استيلاء فردي تمت الموافقة عليه منذ اتفاقية أوسلو عام 1993. ظل بس شوية نقطة صغيرة. في متابعة حثيثة للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي صدرت خلال عام 2023، رصد معهد الأبحاث التطبيقية القدس أريج 58 مخططا استيطانيا في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بواقع 5760 وحدة استيطانية على مجمل مساحة 3470 دونما من الأراضي الفلسطينية. وصادقت الحكومة الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية على بناء 5300 وحدة استيطانية جديدة منظمة، وذلك غير البؤر والتجمعات العشوائية.